نفذ مجموعة من الشباب المتطوعون مبادرة لترميم أحد أعرق المدارس بمدينة تريم بجهود شخصية، في رغبة منهم ليستمر هذا الصرح العلمي بالعطاء والتميز ولينعم طلابها ببيئة علمية أكثر جمالاً. فمدرسة الأخوة للبنين واحدة من أعرق المدارس في محافظة حضرموت التي تأسست مطلع القرن الماضي وتحديدا في العام 1933. تخرج من هذه المدرسة أجيال متعاقبة بينهم الأطباء والمهندسين والمعلمين، بعد أن احتضنت وما تزال تحتضن الآلاف من الطلاب الذين مروا هنا ونهلوا العلم منها، حيث يجلس اليوم هذا الجيل الواعد لبناء اليمن الجديد. قامت هذه المجموعة برد الجميل هذه المدرسة التي احتضنتنا بين جدرانها وبين صفوفها وبين سماها 9 سنين، وما لنا إلا أن نرد الوفاء بالوفاء. وقمنا بمبادرة هذه الطيبة التي استغرقت 10 أيام بالتعاون مع شباب أهل المنطقة من معالمها وشبابها، والكل استعد. منذ الإعلان عن هذه المبادرة ذهب الجميع للمشاركة فيها، وتأكيدا منهم على أهمية التعليم، فكبار السن ليسوا أقل أهمية من الشباب في هذه المبادرات. جيت في هذا العمل الطوعي تلبية دعوة أبنائي وأخواني في هذا العمل الطوعي، وعلى ثاني أسبوع على التوالي حبا لهم، وأتمنى لهم النجاح وأن يحققوا كل خير وأعمال صالحة. إدارة المدرسة سعت بكل قدراتها وإمكانياتها لتسهيل العقبات أمام هذه المبادرة لتكتمل وتعيد العافية لهذا الصرح التعليمي. وهؤلاء الشباب أتوا حاملين بشعار رد الوفاء لهذه المدرسة المباركة، وهذا بصراحة عمل من نوعه، ونتمنى من الله العلي العظيم أن تستمر هذه الحملات وهذا العمل في الأعوام القادمة. تبقى طاقات الشباب من أهم مقومات المؤسسة التعليمية وواحدة من أبرز أعمدة بنائها والنهوض بها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها هذه المؤسسة. حداد مساعد، قناة بلقيس، تريم، حضرموت.